مساء سعيد لكل مشاهدينا ومشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذه الأمسية، وبالضبط من داخل بيت الفنانة هبة الحلو، واللي استضفنا الوالد ديالها السي كريم الحلو، وكنشكروا على هذه الاستضافة اليوم في احتفاء بهذه الشابة اللي يعني من بنات العاصمة الإسماعيلية البررة، اللي صراحة مدينة مكناس اللي عطاتنا، اللي كما كنقولوا عطاتنا، وديما هي المنبع ديال العطاء في عدد من الفنون، لا في الفن العساوي ولا في الفن الحمدوشي ولا كذلك فن الملحون اللي كتعتبر مدرسة من المدارس المعروفة، والفن القناوي كذلك هنا بالعاصمة الإسماعيلية، اللي صراحة كتبقى عاصمة تاريخية ولها لها تاريخها ولها تراثها او تراثها اللامادي. مشاهدينا الكرام، باش ما نطولش عليكم، اليوم غادي نستضيفوا معنا هبه الحلو، اللي فنانه اللي كتشق الطريق ديالها في واحد الفن اللي قلوا فيه الفنانه، هذا هو اللي ممكن نقولوا عليه، واحد الفن اللي اصبح يعني واحد النخبه معينه هي اللي كتمشي لهذا الاتجاه هذا اللي هو فن الملحون. اليوم غنبقاو مع هبه، وغتعطينا هبه ذات تقريبا 18 ربيعا، بقى يعني شابه كتدرس في السنه الثانيه بكالوريا علوم رياضيه، تشق طريقها، لها مشاركات على المستوى الوطني والمستوى الدولي، شاركت في عدد من المهرجانات، حققت مجموعه من الانجازات، من اخرها ملكة أو أميرة الملحون برسم مهرجان بوزنيقة 2019 اللي كان للموسيقى. وغنخليكم مع هبة تغدو لنا على راسها وتدو لنا على المسيرة ديالها وعلى فن الملحون بصفة عامة. مرحبا بك هبة معنا في هذا البرنامج. شكرا لك، ليا شرف في هذا البث المباشر. ليا شرف كبير أنني نكون ضيفة ديالك اليوم في هذا البث المباشر. اولا كنبغي نعرف براسي، انا هبه الحلو اميره الملحون من مدينه مكناس. كنشد في الملحون منذ الصغر ديالي، طالبه بالمعهد الموسيقي بمدينه سلا وكذلك بمدينه مكناس. كيأطرني الاستاذ رشيد الحكيم، وهذا ما نقدر نقول لكم عليا في المجال الفني. وبالنسبه للمجال الدراسي كذلك أذكر الأخ الكريم للمستوى الدراسي ديالي وكذلك شعبه. وشكرا هبة. يعني أول سؤال اللي غنبغيو نشاركو بزاف ديال الحويجات مع الناس ديالك، أول إطلالة ليك على قناة شوف تيفي، وباش نعرفو المشاهدين عليك أكثر، كيفاش كان هذا الاختيار؟ منين جا أنك مشيتي للفن الملحون؟ كان ممكن ديري رفعي مثلا أغنية مغربية؟ تبارك الله، احنا عارفين انه عندنا مجال فني متنوع، كاين مجموعه من الاطياف، خصوصا انك انت شابه يعني من هذه الجينيراسيون، غتقلبي على شي حاجه اللي غتقدري توصلي بها مثلا بسرعه للجمهور، لكن انت اختاريتي هذاك يعني الحاجه اللي كما كنقولوا اللي صعيبه، لانه كنعرفوا فن الملحون فن عريق، خصو اسس ديالو بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للاختيار ديالي، بغيت نشكر في الاول الاب ديالي، لحقاش هو اللي كان ليه الشرف انه وجهني انني نشد في الملحون، بحيث انه كان اول واحد كنت سمعتو نشد في الملحون بقصيده التنميه اللي هي كانت ديال المرحوم اسماعيل السلسولي، وكانت اول قصيده ليا كنشد. وبطبيعه الحال نيت في الملحون وكنغني في الملحون لانني لقيت راحتي فيه، وهو كذلك انه واحد التراث مغربي انساني، وعلاش لا كنقلبوا حنا اننا نوصلوا في الملحون، اللي هو كنشوفوا ان بزاف ديال الشباب ما كيغنيوش في الملحون، ما كنشوفوش في الملحون، كنشوفوا في الملحون بدا كينقرض في المجتمع ديالنا، وهذا الشيء اللي خلاني انني نختار في الملحون. ونقدر نقول ان في الملحون ساكن الفؤاد ديالي، وهذا اللي نقدر نقول، واخا وبحكم انني حافظه بزاف ديال الالوان الموسيقيه واحده اخرى، ولكن كيبقى الملحون هو الاصل وكنغني الملحون.
تبارك الله الإجابة ديالك كما كنقولوا حتى هي ملحون، بارك ليس الله هي فيك، هذه كما بارك الله كنقولوا. فيك. لكن هبة، غادي نسولك سؤال آخر. يعني هنا كنلقاو أنك يعني كان خديتي يعني تأنسبيريتي من الوالد ومن نعم الأسرة ومن الجذور نعم ديال العائلة اللي تبارك الله يعني كنعرفوا لا فامي الحلو، يعني كاين فيها فنانة دكاترة عطاتنا بزاف. عائلة الحلو اليوم هي قدامنا فنانة تبارك الله بارك الله واعدة فيك، واللي غتكون في بارك المستقبل. الله فيك إن شاء زائد الله فيك. يعني شنو هو الفن اللي كيعجبك انت، من غير يعني احنا ما نقولوش تفرض عليك مثلا لانه هذا كان اختيارك انت نعم الفني، لكن الفن اللي كيعجبك انت كهبة يعني شابة في مقتبل العمر، يقدر يكون عندك واحد الميول واحد النوع خاص. نعم كما قلت كنسمع لجميع الالوان الموسيقيه، ولكن كنلقى راحتي اكثر في الفن الملحون. لحقاش في الملحون كما كنقولوا واحد الفن رزين وما كيسمعلوش اي واحد، وخاص اللي يسمعوه، خاص كما كنقولوا حنا في الفن الملحون، الملحون فرجته في كلامه، خاصنا نسمعوا ليه. ومتنوع فيه بزاف ديال المقامات، فيه بزاف ديال الالحان وقواعد نعم وقواعد، وكذلك الكلام ديالو كيصب في جميع المجالات، وهذا كيخليني انني نسمع الفن الملحون بزاف. هادشي اللي نعم. كيخليني وفي المشاركات ديالك كيكون تفاعل في المهرجانات اللي شاركتي فيهم، كيفاش كتحسي براسك فوق الخشبة يعني وانت جربتي هاد اللحظة نعم هذه وهاد المتعة ديال الخشبة، لأن نعم الركح عنده واحد طعم خاص. نعم انا كنظن الملحون زعما الفن بصفة عامة، راه نقدر مثلا نغني حاجة واحدة اخرى، نغني اغنية واحدة اخرى، كيطلع فنان واحد اخر وكيتجاوب معاه. ولكن كنظن انه داك التجاوب ديال الجمهور كيخلقوا الفنان، ماشي الفن كيخلقوا الفنان. لحقاش في الاول كنت كنشوف راسي كنطلع سيغ سان، كنطلع مرتبكه، ما كنشوفش في الجمهور، ما كنديرش. ولكن من بعد فاش ولفت كنطلع كنضحك مع الجمهور، كنشوف فيهم، كنتجاوب معاهم، و صراحة الله كتكون فرحة كبيرة ليا باش كنشوف الضحكة ديالهم، وهادشي اللي كاين. كل ما كنتيش في الملحون فاش كنا غادي نشوفوك؟ ما كنعرفش، ما عرفتش، ما تخيلتش راسي في حاجة واحدة أخرى من غير في الملحون. واخا خرجت غنيت نمط واحد آخر من غير في الملحون، حاولت أنني نجرب نمط واحد آخر، ولكن صراحة ما شفتش راسي في شي حاجة من غير الملحون. نعم. هبة، اللي ما كيعرفوش المشاهد الكريم هو نعم أن هبة كتغني كتأدي القطع وكذلك كتعزفي على آلة العود. نعم نعم. انا في الملحون درست آلة الكمان وكذلك آلة العود. درست في السنوات الاولى آلة الكمان، ولكن حاولت انني نجرب راسي في آلة واحدة اخرى واختاريت العود. والعود صعيب، العود ماشي شي حاجة اللي سهلة، لأنه لا ديما كنقولوا على الحاجة كنحكموا عليها من بعيد. انا كنت كنقول في الاول باللي القانون صعيب، ولكن فاش جربته ما ماشي صعيب بزاف. وكذلك العود مسألة كنت تعلم كنقول ودراسة. نعم داكشي، وكذلك العود كنت كنقول في الاول صعيب، ولكن غير هو مع الممارسة والتمرين ما حتى شي حاجة ما صعيبة. غادي نسولك واحد السؤال وغادي نخرجوا معاك شوية. أصعب حاجة وقعت لك في المسار الفني من اللي انطلقتي، شي لقطة اللي وقعت لك وما غتنساش وبقات لك في الذهن ديالك، بقات راسخة في الذهن ديالك في التجربة ديالك الفنية اللي بديتيها الآن في هذه المدة كاملة اللي بديتي نعطي فيها. سنة ما نعطي نعم سنة اللي وقعت، اللي كانت خايبة ليا في المسار الفني، نعم ماشي حدث. مهم. 2018 مهم. بحيث وقعوا فيها شي مشاكل وهادشي اللي ما بغيتيش تدخلي معانا اكثر. واخا هبه، واش مسارك الفني ما اثرش على الجانب ديالك ديال يعني الدراسي والتحصيل ديالك الدراسي؟ كيفاش غادا في القرايه ديالك؟ واش كتزوجي ما بين هاد واخا صعيب بزاف انني نوفق ما بين المسارين، ولكن كما كنقول ديما انا اهدد بفن الملحون الا ما قريتش.
حيث بابا كيقول لي زعما الا ما قريتش، عارفني كنعشق فن الملحون، الا ما قريتش ما كاينش الملحون. وما نقدرش، ضروري خصني نوفق بيناتهم الا بغيت ندير داكشي اللي بغيت. وكي دايره في التحصيل ديالك بالنسبه لهذه السنه؟ انت سنه يعني في سنه البكالوريا، الثانيه بكالوريا. نعم. علوم رياضيه تبارك الله. كنعرفوا ان هاد الشعبه ما سهلاش، فيها الخدمه بزاف، فيها التمارين، فيها ضروري انه الانسان يخدم بزاف. كيفاش يعني هذه هي هو الاساس ديال السؤال ديالي، كيفاش كتقدري توفقي ما بين التمارين ديال الدراسيه والتمارين؟ لانه كنعرفوا في الملحون خاصك ديما تكوني اجور. نعم. ديما تكوني يعني باش ما تنسايش، باش ما يمشوش لك النوطه كما كنقولوا. نعم. ضروري خاصك تكون ميزاجور ضروري. نعم. بحكم ما دابا كاين الدراسه بالافواج، يعني ما كنقراش الوقت كامل، كنحاول هذاك وقت الفراغ اما غادي نكون في السوايع كندي شي كنقرا، اما في الدار كنخدم شي حاجه وخلاص. فن الملحون والموسيقى بصفه عامه كنخلي لها شي نهارات، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنحاول ندير باش انني نوفق ما بيناتهم بجوج. هبه، شنو يعني كنعرفوا انه عندنا رواد في الفن الملحون في المغرب، شكون من بين الناس اللي مشيتي على الاثار ديالهم واللي كتقراي القصائد ديالو بزاف؟ مثلا عندنا سي سلاوي، كاين يعني عدد من الفنانه، عدد من 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 رواد الفن ديال الملحون تولالي. بالنسبه للفن الملحون باش كنقولوا مول القصيده، كنقولوها على النظام ديال القصيده او على الكاتبة القصيده. انا الاغلبيه ديال القصائد ديالي كنغني القصائد ديال عبد القادر العالمي اللي هو شاعر مكناسي، بحكم انني حافظه بزاف ديال القصايد، راه حافظه بزاف ديال الشعراء. وبالنسبه للشيوخ في الملحون، ما حصل لي الشرف انني نجلس مع الحاج الحسين التلالي او انني نكون من التلاميذ ديالو، ولكن هذا رجع الفضل ديال انه جلست مع التلاميذ ديال الحاج الحسين التلالي او مع الرفقاء ديال الحاج الحسين التلالي او مع العازفين اللي كانوا مع الحاج الحسين التلالي الله يرحمه. نعم. بغينا واحد سكوب خاص اللي غادي يبقى عندنا اليوم لاله هبه، هو انه عرفنا من خلال المصادر ديالنا الخاصه اللي هو السي كريم الحلو، هو انك الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي يكون عندك يعني غتخرجي الالبوم، قول الفيديو كليب ديالك. نعم. ديال الاغنيه ديالك الاخيره. نعم. تقدري تقربينا من هذا المشروع هذا؟ هي الاغنيه سميتها الى حبيبي عبر الفضاء الازرق، هي اغنيه نقدروا نقولوا رومانسيه خياليه، اللي هي كنهضر على واحد الشخص اللي انني كنشوفه في الخيال. هي من الكلمات ديال الدكتور هدايه مدني، كبير محرري تلفزيون واذاعات جمهورية مصر، ومن الالحان الاستاذ كمال الحلو اللي هو الاب ديالي. اسمح لي نصحح. هي سي كمال الحلو. عفوا. وهذا كيشرفني بزاف انني نعمل مع 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 جوج ديال مع جوج ديال اكبر اساتذه في المجال الفني. وبركه ما نزيدش تحرقيش لينا، نحرق المراحل. نعم. هادشي اللي كاين، نتسناو ان شاء الله الاغنيه راه قريبه تخرج. دابا ما كاينش مشكل يعني انه، وغادي نرجع شويه معاك للمشاكل الله يسمح ليا. ما كاينش مشكل يعني في ما يخص، انا يعني كنعرفوا انه الفن في المغرب كاين مشكل على مستوى الانتاج ومستوى التوزيع، والان كنعرفوا اننا دخلنا المجال ديال السوشيال ميديا، وخصك انفيستي من عندك وتسنى ما تسناش الرباح، يا ربي غير تنتشر. وعارفين يعني الجمهور المغربي صعب الميراث. كيفاش كتجيري هاد المسائل كامله؟ ولا السي كمال هو اللي قايم الواجب، هو المناجر، هو ماما الله يخليهم ليا، كون ما كانوش ما نعرفش شنو ندير. الله يخليهم ليا زعما بلا بهم هو ماما. نعم. ما كاين والو. هاد النقطة اللي قلت لك ديال أنه كاين صعوبة في الإنتاج، كيفاش كديري في هاد يعني في هاد الباب هذا؟ واش كتعاملي كتحاولي أنه تشوفي دقي أبواب ديال المنتجين على المستوى الوطني، على مستوى القنوات التلفزية، على مستوى يعني كتقلبي يعني ضروري كاين واحد البحث، لأنه عندك طموح تبارك الله، ضروري خصك توجدي ليه واحد الأرضية فين غادي تبرزي هاد الموهبة ديالك وكذلك الفن ديالك.
في هذا الموضوع عندي بنك متنقل لي بابا وماما. الله يخليهم هما اللي ليك. ديما هما اللي كينتجو كل شيء، هما اللي لا حد الان هما اللي قايمين كل شيء. مازال ما مشيتش قلبت على ان شي شخص اخر هو نعم، اللي دعمني ولا اللي اذا انت، نقدروا نعتبروك محظوظه الحمد لله بالوالد ديالك، الله يخليه الحمد ليك لله. والوالده ديالك، الله يطول في العمر ديالهم. امين يا رب. اذا غادي نتسناوك ان شاء الله بهذه القوه هذه ان العائليه، شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله نجمه ساطعه. ان شاء الله باذن الله. الكلمه ديالك اللي تبغي تقولي، للمشاهدين ديالك والمشاهدين الناس اللي كيشاهدونا الان عبر قناه شوف تي في داخل ارض الوطن وخارجها. كنبغي نشكرك اولا على الاستضافه ديالك ليا، وكنبغي نقول لهم يا ربي نكون خفيفه على قلوبهم. وكنبغي نشكر كل اي واحد دعمني واي واحد عاونني باش انني نوصل لهذه المرتبه، ولا اي او انني نزيد القدام. وفي الاول كنبغي نشكر الاب ديالي والام ديالي والاخت ديالي كذلك ايا الحلو اللي ديما مسانداني وديما في جنبي. وهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي نقدر نقول. وواحد الميساج اخر ما بغيتش تفوتني الفرصه، وان انا لانه شكيتي ليا من هذا الباب من في الاول، انه واقع يعني كتلاحظي شنو هي رسالتك للشباب اللي ما كيتوجهوش للفن، فن الملحون، لكل شيء بشر راي، مع احتراماتنا لباقي الالوان وباقي الاذواق، لكن فن الملحون فهو فن تراثي اللي من بعد ديالو بلادنا. واش كتلاحظي انه ما بقاش اقبال على هذا؟ كان كلشي كيلاحظها، ماشي انا بوحدي اللي كنلاحظها. كما كنشوفوا كاينين بزاف ديال الشباب، كاينين عندنا في مكناس، كاينين بزاف ديال الفرق ديال عيساوه، كاينين فرق ديال الحيدوس، كاينين فرق ديال كلشي، كاين كلشي. نعم كاينين شباب، وكذلك كنشوفوا شباب كيغنيو الطرب، ولكن الملحون كاين واحد النسبه قليله ديال الشباب اللي كيغنيو الملحون. ومن هذا المنبر كنبغي نقول لهم دابا هما كيسمعوا في الملحون واحد الحاجه اللي هو واحد الغناء اللي هو ثقيل، وكاينين شي وحدين اللي كيقولوا كيجيب النعاس. تنهضر لك باللغه ديال الشباب. نعم دابا انت راكي شابه وعارفه الواقع ديال الاغنيه. نعم المعاناه اللي كنعانيها باش انني نشرح لهم انه فن يقدر. نعم وما كنعطيوش الفرصه لواحد الحاجه. علاش؟ واش عمرك سمعتي فن الملحون باش تحكم عليه بحال هكا؟ عمرك عشتي مع الناس اللي كيغنيو في الملحون باش تقول عليه في الملحون بحال هكا؟ نحاولوا اننا نعطيو فرصه لحاجه عاد نحكموا عليها. هذا الشيء اللي كنبغي نقول للشباب، زعما يحاولوا انهم يسمعوا في الملحون، يحاولوا ماشي مره ماشي جوج ماشي، هذا اللي نقدر نقول. شكرا لك هبه، استمتعنا معك صراحه بهذه الجلسه الفنيه، ولكن ما غتفوتناش الفرصه مره اخرى. انا راه شوفي انا راه طميمي، انا راه ما تنتزاقلش، لانه الجمهور ديالي خاصنا يستمتع معنا ويدوز معنا واحد الجلسه زوينه، لانه صراحه بغينا نسمعوك، بغينا نسمعوك في واحد الابيات اللي تحفو بها الاذن ديالنا ونشاركوها مع مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، هذه حصريا على قناه شوف تي في. هبه الحلو غادي نسمعوها الان، تفضل. مرحبا. كنبغي نقدم لكم قصيده، مقطع من قصيده الام، اهداء لجميع الامهات اللي كيتفرجوا فينا، وكذلك الام ديالي اللي حاضره معنا اليوم. اسمح لينا السي كمال الحلو. ونتمنى الاعجاب ديالكم. نعم. آية في القرآن كاينة في كتاب الرحمن، بالوالدين إحسان، فيها كم من معاني، فيها هدي الله، دير بها وطريق بينا. يا أمي يا روح راحتي، وانتي يا الحجاب، انتي زينة الأحباب، بيك سلوان صبي، انتي لمي ما بيك روحي وحياتي طربة.
تسع شهور وانتي مكبرة وتقاسين عدال، يا ريت ويا مصاب نقدر نوفي مرغوبي ونكافي الحسان، يا قطعت لمي ما واجبه حين الله بغى يزيح ملك شوف المكتاب، حاطوا بينا الحباب خوف عليك وفرحة بي، ونفستي وانا حداك نلتي ما كنتي طالبة، عامين وانتي ترضعيني لحلي بنسى من تديك رق وطاب، هو أكلي وشرابي هو أول قوت به داسينا لات ما طالبة، ما يعصاش مو يهينها أبدا إنسان، مو من طاع الرحمن وحده ما ليلو تاني، ومصدق برسول ربنا ومؤمن بديننا. شكرا. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. صراحة هذه أغنية إهداء لكل أمهات العالم، وأمهات اللي كيشاهدونا الآن على قناة شوف تي في من عند هبة، خصيصا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. ما بقى لي إلا نقول لكم الله يصبحكم على خير، وليلة سعيدة وأمسية سعيدة. كنا مع هبة الحلو أميرة فن الملحون في استقبالها وفي الضيافة ديالها في البيت ديالها. كنتمناو أنها نكونوا دوزنا معكم هذا البث المباشر بواحد يعني بطريقة زويونة وخفيفة على القلوب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. الله يعاونكم.